السلام عليكم الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم مزيان؟ مليت ديا كيديروها كنفور. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم كاملين في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي زوين بزاف، بعض الافكار اللي نقدر انني ننصحكم بها، وهذا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. وهذا الفيديو متداول في اليوتيوب البنات، مي متداول بواحد الطريقه اللي مختلفه كيف ما غادي نديرو انا. يعني انا جمعت بحال نقولوا جوج فيديوهات في فيديو واحد. اشنو عندي في السليله ديالي هذه، واشنو عندي في الصاك ديالي؟ هي هلاله في الصاك ديالي. اشنو كاين؟ واش كاين شي فلوس؟ كاين شي تقولوا لي في الطرز راه كاين شي فلوس في داك الصاك ولا والو؟ مهم، كاينين البنات اولا يوتيوبرز اللي كيبارطاجيو غير اشنو عندهم مثلا في الشبيكه ديالهم، اولا كاينين اللي كيبارطاجيو اشنو عندهم في الصاك ديالهم. انا غادي نجمع هذا الفيديو، نجمعو فيديوهات، نجمعو فيديو واحد ياك، بلا ما ندير دوك جوج فيديوهات كتجي معيقه. فهاد السله البنات هاد الشيء اللي فيها ما كيخطانيش، و الا سالا خصو يتعاود يتشى. يعني هاد الشيء اللي في هاد السليلات اللي في هاد السليله هذه ضروري ومهم عند اختكم فاطمه زهراء، خص ضروري يكون عندها. يعني واحد الحاجه اللي ضروري تكون عندك، يعني اللي اصلا لقيتي عليها واحد النتيجه زوينه وكتعاودي تشريها وتعاودي تشريها وما كتبقايش تستغني عليها. كذلك شنو غادي يكون عندي في الصاك؟ بالنسبه للصاك نتوما عارفين دابا فوقيت البرد، انا بعدا هذه قضيه فيا. فهاد الوقيته هذه ديال البرد داكشي اللي كيكون في الصاك ماشي هو اللي كيكون في الشتاء، ماشي هو اللي كيكون في الصيف. ويلي انا راه صافي ضغط، ماشي هو اللي كيكون في الصيف، فهمتوا؟ فالمهم نبداو بشنو كاين هنا ولا بشنو كاين هنا، خصنا نديرو القرعه البنات. مهم باليا نبداو بالصاك، نخليو هذه هي الاخر. بالنسبه للصاك اول حاجه قولوا لي واش زوين ولا لا. ها نتوما كيوت في البلو مارين، ها نتوما البنات. اللي عجبني في هذا الصاك اكثر هما اليدين، اليدين البنات واقفين كما كتشوفوا قاصحين، يمكن حديد حديد من الداخل قاصح الصاك وواقف. وانا كيعجبوني هاد السيكه اللي كيكونوا واقفين، ديجا فيهم هاد السميطه هادي، الا بغيتي تحيدها كتحيديها. بو علاش قلت لكم اشنو عندي في هاد الصاك في هاد الوقيته هادي، شنو كندير في هاد الوقيته هادي ديال البرد؟ اول حاجه لا تخص صغيره، شوفوا شحال زوينه وكيوت البنات. ها نتوما ترونسبارو، مي هي فيها هاد الالوان. هاد لا تخص هادي البنات كندير فيها غير داك الميك اب ديالي اللي كندير يوميا، فهمتي؟ بحال مثلا كنطراسي حجباني، كندير غلوز، هذا كندير فون دو تان ياك. فيه هادو صراحه ما خصهمش يكونوا هنا، مي انا دايراهم. هادو اللي كان هادو خصهم يكونوا في الشبكه، هادو اللي كنحيد بهم الزغب من وجهي، غير بقيت دايراهم هنايا من ديك النهار باش حيدت. مهم اكثريا كندير لي غلوز ياك مات. هانتوما غلوز، ها هو واحد اخر اكثريا معمراها بهادو العكور، شفتو؟ نتوما تشوفوني كندير بزاف هاد الالوان. المهم هادي فيها غير لي غلوز ياك، وداكشي الخفيف اللي كندير يعني لوجهي. ثاني حاجه البنات هي انا درت جوج ديال المرطبات. كاين هذا البنات، علاش قلت لكم مرطبات؟ لان ضروري دائما كنقولها لكم فيديوهات ديالي، هاد البيريود اللي حنا فيها ضروري الترطيب 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 ثم الترطيب. ف بعض المرات كندير دوف، وبعد المرات كندير هذه نيفيا، هذه ب 15 درهم. المهم انا حطيتهم بجوج في الصاك باش نوريهم، غالبا كيكون عندي هذا في الصاك. من بعد البنات الرويحه ديالي اللي ننصحكم بها سميتها النصيري، ها هي. عرفتي شنو؟ خفيفه وبارده وواعره وزوينه وكتحمق، واللي شمها فيك يحماق ويهبل. هادي البنات زوينه بزاف، كنصحكم بها. دابا ندير لكم شي فيديو على لي بارفان تلشينها. ثاني حاجه البنات كندير بوما ليفغ،
يعني نركز على اشياء السكاده، نركز على الترطيب بوما ليفغ، لان مثلا كتكوني غدا كينشف عليك فمك ولا شي حاجه، خاصك ضروري شي بوما ليفغ ولا شي حاجه. هذا راه كنت خديته من عند كونيف كوزميتيك، دابا نخلي لكم لوليان ديالو الا بغيتو تاخذو. من بعد البنات عندي هذا البزيطيم، هذا اشنو كندير فيه؟ هذا البنات كندير فيه الفلوس، وكندير فيه الوريقات ومذكره وستيلو ضروري، واحد الباندا ما عرفت شنو كدير هنا. صافي. وعندي ثاني اللي ضروري خصو يكون عندي، هذا البنات شوفوا شحال زوين، هذا راه ماركه البنات، هذا كندير فيه لي كارت ديالي. واختكم فاطمه زهراء عندها لا كارت فيزيت، مني كنت كندير لا باتيسري ها هي مازال محتفظه بها، وخاصة في انا ما بقيتش كندير داكشي، مي محتفظه بلي كارت فيزيت. سويرتات اللي ضروري كنأكد ان البنات ضروري تبقاو تهزوا سويرتاتكم، شحال من مره انا كنبقى واحله هنايا كنبقى ندق حتى كنعيا، ما كيكون حتى شي واحد في الدار وكنبقى مرصوده، فدائما كنلوحو هما الاولين. هذه البنات هذه كنصحكم بها، هذه غافيسكون ديال الحرقه، انا مؤخرا ولات كتجيني الحرقه ديال المعده، فهذه زوينه جربتها كنصحكم بها. هذه دايره ما عرفتش بحال واحد ما عرفتش 800 ولا ما عرف. المهم هي هي كاينه كتبقاي تمصيها. هذا الشيء اللي عندي في الساك، يعني هذا الشيء هو اللي ضروري انا كنديرو في الساك ياك البنات. بالنسبه للشبكه هذه طبيعة الحال كتبقى في الدار ما يمكنش خرجوها. الشبكه البنات هذه عندي في البيستاج، عندي وحده اخرى في البيستاج حتى هي معمراها، مي هذه انا بغيت نوريكم غير شنو يعني لي ضروري كيكون عندي وضروري كنعاود نشري منه. اول حاجه الوي، هذه البنات ديال العرق زوينه كنصحكم بها، وديجا بارطاجيتها معاكم، هذه عاد خديتها غير البارح، مؤخرا بارطاجيت معاكم الاخرى اللي تندير حتى هي زوينه بزاف بزاف بزاف، اللي هي دوف، هادي حتى هي خطيره، هادي ب 30 درهم، هادي ب 100 درهم، هادي في بارافارماسي زوينين. يعني انا نبارطاجي معكم غير الحاجات اللي انا درتهم وعاود درتهم وعاود درتهم ولقيت عليهم واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، يعني في هاد الشبكه ما تلقايش شي حاجه عندي اللي معمره جات معايا. ثاني حاجه البنات لي بارفان ديال اللحم، كاينه هادي هايا وفيها البريو، وكاينه هادي، هادي راه سالات كما كتشوفوا، بقى منا النص، وهادي عاد خديتها حتى هادي فيها البريو، يعني ملي كديريها فيها داك بحال الهايلايتر كيبقى لك في لحمك، هادي ديال الرمان زوينين بزاف بزاف، كناخذهم ب 50 درهم. بزاف منكم كيسولوني على شي غسول ديال البشره الدهنيه، البشره المختلطه، فكنصحكم بهذا، هذا فيه ديال البشره الدهنيه والمختلطه، وفيه ديال البشره الجافه اللي هو هيمالايا اعشاب. هذا البنات غسول ديال الوجه حتى هو لقيت عليه واحد النتيجه زوينه وما كيفرقنيش وما كنفرقوش. من بعد البنات ماسك الاسود هذا، سكريني ولا عجبتكم شي حاجه سكريني، هذا حتى هو ما كيفرقنيش. الماء ديال الورد ها هو، الماء ديال الورد حتى هو ما خصوش يفرقني. مزيل ديال طلاء الاظافر هذا زوين كنصحكم به البنات، في هاد العيبه هذه صراحه زوينه، كتبقاي ديري هكا بديك الكوتون ديسك اولا كوتون صافي وكتخدمي، زوين صراحه وفيه بزاف وكيدي. من بعد عندي هنايا كنت كنستعمل شامبوان هيدل شوندلز، ولكن بدلت تا هذاك الشامبوان صراحه زوين بزاف، بدلت دابا حاليا شريت هذا التخادو، هذا ديال الزيتون اولا زيت الزيتون، زوين صراحه وكتستعملو اختي وعجبني، ديجا جربته معاها وعجبني وغاسله بيه، وحاليا راه غاسله نيت شعري بيه، فهذا زوين صراحه وهو اللي غادي نبقى نستعمل. المهم عندك هذا وعندك هيدن شولدرز. عندي هنا صابونه، هاد الصابونه هادي بالعكر الفاسي زوينه صراحه، ها هي هادي خديتها من عند جودي بيوتي، غنخلي لكم الرابط فيها، واحد الريحه زوينه صراحه.
غنخلي لكم الرابط ديالهم الا بغيتوا تدخلوا. في عندهم بزاف ديال الانواع ديال الصابون، عندهم بزاف ديال الانواع ديال الصابون ديال العسل الفاسي ديال النيلة ديال بزاف بزاف. وانت هي كتشوفي شنو شنو بغيتي. غادي نجبد واحد الحاجه تضحكوا عليا، فريمون تضحكوا عليا، تقولوا هذه بلديه اختي، قولي بلديه ولا قولي عروبيه. انا بصح انا كيعجبني هذا الشيء. هذا اختي، هذا راه ما كيفرقنيش، ها هو رضينا منه. هذا ما كيفرقنيش، السواك مطهر ديال الفم، وكنستعملو في الغسول ديال الفم اللي كنصاوب داك. بعض المرات كنبارطاجي معكم شي وصفه هكا ديال الفم، يعني كيعجبني انه يكون عندي، لان ملي كنبغي نصاوب شي غسول ديال الفم اولا شي حاجه اللي نمضمض بها فمي اولا نشلل بها فمي، كنستعمل هذا فيها، يعني كنطيبو معاها. وديجا بعض المرات ملي كترشق ليا كنحك به حتى سناني. من بعد البنات عندي زيت ديال الكوك، دابا مع البرد راه حطاه في الشبكه، ما كنديروش في الثلاجه لان صافي الحال بارد. زيت الكوك حتى هو ما كيفرقنيش على وديت شعري، وصافي بقاو على الزيوت. وهذا انا غادي نوريكم فازلين. فازلين البنات حتى هي ننصحكم بها في هذه الوقيته هذه، ما خصهاش تخطاكم بصفه نهائيه لانها مرطب. كتشوفوني كنستعملها في لي بوم عليف، وكنستعملها في الوصفات ديال ترطيب الشفاه والرجلين وكلشي داكشي. عندي هنايا البنات هذا السيروم ديال سيلولات، هذا اللي عندهم البنات ننصحكم اللي عندهم الخطوط البيضاء اولا عندهم لي سيلولات الترهلات نصحهم بهذا. هذا من عند بوج بيو، غادي نخلي لكم الانستغرام والنمره ديالها، غنخلي لكم النمره ديالها الا بغيتوا تاخذوه هذا الزيت اولا السيروم ديال هذا المشكل هذا ديال يعني الترهلات. وبطبيعه الحال حتى الزيت ديال التنحيف حتى هو من عندها، كنستعملوا الكرشي. الحمد لله كرشي ما بقاتش بحال ديك النهار، بزاف منكم سولوني على هذه القضيه قالوا لي واش ما بقاتش عندك، يعني ها نتوما البنات واش ما بقاتش عندك الكريشه، ها نتوما واخا باقي واحد شويه ولكن اوموان اختي اوموان عتي راه كنت بحال حامله بهذا زيت نحيف وبالسمطه اللي كنت خديت. عندي هنا البنات هاد الماء هذا ديال لي لونتي، حتى هو ملي كيسالي ليا كناخذو، يعني انا كنبارطاجي معكم هاد الشبكه هادي هادشي اللي فيها ملي كيسالي كناخذو، يعني ما كنقولش لا ما ناخذوش كناخذو حيت كنكون عارفه انه زوين. هذا مزيان البنات، ها نتوما سكرينيو الا عندكم لي لونتي، راه كاين حتى القرعه الكبيره، مي هاد الصغيره حسن يعني رخيصه وكلشي. دابا بقاو الزيوت، الزيوت ديال الشعر عندي هذا من عند غيزلان بوج بيو، هذا زوين ديجا بارطاجيتو ديال الشعر كيطول الشعر. كذلك حتى هذا من عند بيلا بيو. شنو اخر سيروم راني كنستعملو ديال القهوه اللي بارطاجيت معكم، ها هو البنات راني كنستعملو حتى هو ما كيخطانيش يعني فهاد الشبيكه هذه. هذا سميتو واقي شمسي، واخا دابا ما كاين لا شمس لا والو كنديرو فيما كنكون خارجه كنديرو ضروري. وعندي البينيتانت يعني باش كنحمروا الخديدات ونحمروا اختي الفم. عندي هذا السيروم هذا ديال الشعر كنديرو ملي كنبغي صافي ملي كنغسل شعري وداكشي كنديرو، هذا من عند هو من عند بيلا بيو زوين. وعندي هذا واخا هذا ما خصوش يكون فهاد الشبكه، ديجا عندي انا هكا الغرق ديال هاد التخربيقات، واخا هما ماشي تخربيقات مي بحال دابا الماكياج هذا ما خصوش يكون هنا، ما عرفتش شنو جاي يدير هنايا. المهم حتى هو راه زوين، حتى هذا من الحاجات اللي ما كنغيرهمش ولقيت عليه واحد النتيجه زوينه بزاف. هذا ريسيل من عند ايسونس، هذا ب 40 درهم. وعندي الصباغه ديال الحجبان، واخا ما كنستعملهاش بزاف ومن شحال هادي ما استعملتها، مي حتى هي من الصبايغ اللي لقيت عليهم واحد النتيجه زوينه. كناخذهم من عند دوك الافريقيين اللي كيكونوا في الرباط، 30 درهم على ما اظن، مي شحال هادي ما شريتها مع دابا ما كنديرهاش بزاف. ها هي سكريني وهلا بغيتوها في المارو. صافي البنات هادشي اللي كاين، يعني هادو هما الحاجات اللي ما كنستغناش عليهم صراحه، ولقيت عليهم واحد النتيجه زوينه بزاف بزاف. ويعني مني كيتقاداو كنعاود نشريهم، حيت مني حاجه صافي مني كتعرفي انها زوينه ما كتبقايش تفكري واش شريها ولا تبدليها، لا كتعاودي تاخديها هي.
فكنتمنى ان هذا الفيديو تستافدوا معايا فيه، ولا بغيتوا لي بارطاجي معكم بحال نوع ديال الفيديوهات، مكياجي، حقيباتي، ملابسي، صنادلي، سكاني، داك العيبات، قولوا عليا وانا معليا غير نبارطاجي معكم الزوينات ديالي كلشي ان شاء الله. مهم تهلاو ليا يا اختي فراسكم، تهلاو فراسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. انا نجلس دابا نرتب هذا الشيء حيت واخا هكاك ما كيعجبنيش هذا الشيء ما يكونش مرتب، وصافي. وتهلاو في ريوسكم، وكنبغيكم بزاف، وديروا لي لايك، بغيت واحد العدد كبير ديال اللايكات في هذا الفيديو البنات. ضحكوا على السواك، كضحكوا عليا، ها كضحكوا عليا واخا عليكم. حيت عارفه بزاف ديال البنات يقولوا ويلي شحال بلديه، شحال بلديه دايره السواك، هي هبطي السواك والكحول ما كيخطاونيش. كون صيب نلقى حتى واحد البارفان، انا كانت شحال هادي كنديروها وكديرها ماما وكلشي تقريبا، ما عرفتش شو سميتها، هي راه حمراء وطويله والغلقه ديالها كحله. المهم هذيك الريحه الا تفكرتوا سميتها قولوها ليا، هذيك جادور، هذيك راه زوينه بزاف بزاف صراحه، زوينه يا اختي. كانت كره تلقاها عندي فهاد الشبكه، حيت انا راه واخا دابا بزاف البنات كيقولوا شو كي دايره هذه وهذه، انا راه كيفاش غادي نقول، انا متواضعه لاقصى درجه، وناكل معاك في الطبله واخا تكوني حاطه غير الماء والخبز، فهمتي يعني ما عمركم ديو على المظاهر. واحد البنت دخلت عندي راه عرفتي فرحات حيت دخلت عندي وهذا، ودارت معاه ودي قالت لي شحال متواضعه فاطمه الزهراء، اليوتيوبرز ما كيبغيوش تكون واحد المسافه بينهم وبين الناس. فقلت لها لا اختي انا شعبيه بحالي بحالكم، كلنا ولاد 9 شهور، ما انا زايده عليكم حتى شي حاجه، ما نتوما زايدين عليا حتى شي حاجه، عادي جدا. راه اللي شفت الميساج ديالها كان جاوبها، اللي ما شفتش كنقول لها سمحي ليا، وعادي. وانا راه بنت الشعب وشعبيه، وفيما كيفاش كيقول لها، فيما طاحت يدي طيحوا 10 ياك هكا، وهذه هي اختكم فاطمه الزهراء. المهم تهلاو في ريوسكم، تلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.